السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. معكم محمد زيد في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنمشي زيارة لشركة مرسيدس، حنشوفوا كيف تتصنع مرسيدس والسيارات والمصنع واللحام والروبوت اللي موجودين في وسط المكان او الرجال الاليين اللي يقوموا بالعمليات. طبعا انا اتوقع جدا ان هل جزء كبير من العملية حيكون ممنوع التصوير داخله، زي ما صار امس مشيت لي روش او روخ، شركة متاع الطبيات ولا حتى هي لها علاقة بالتكنولوجيا، لكن حنحاول ان نصور اكبر قدر ممكن نقدره، وان شاء الله تستمتعوا بالرحلة اللي حتكون طويلة جدا، ممكن حوالي ساعتين من ما انا قاعد. وحاليا بعدها ممكن غالبا حنمشي لهايدلبرغ، لكن صورناها قبل فالفيديو حيكون قصير شوية لان حنصور جهة مرسيدس. بس هاي نبدو بقى على الانترو وان شاء الله تستمتعوا. اهلا مرحبا. طبعا احنا توا في شركة او المعرض الخاص بشركة مرسيدس، وين ما يجوا الناس يشوفوا المنتجات ويقدروا ياخذوا صور وحاجات زي الصور هادو، حاجات هيك مع منتجاتهم والروبوتس متاعهم. وطبعا تحصلت على فرصة ان انا خشت المصنع وكيف تخش السيارة من اول مسمار واول طرف معدن لعند ما تطلع السيارة كاملة، لكن للأسف كان التصوير ممنوع فما قدرتش نصور، لكن حنوريكم كيف تخدم العملية هنا او شوية المنتجات اللي ممكن التصوير فيها ومش ممنوع. فممكن حنحاول نشوف لكم صور او لينكس كيف ممكن اي حد منكم مهتم كيف يقدر ينسق للشيء هذا، فان شاء الله تستمتعوا بالحاجات اللي ممكن تصويرها بس واللي مش ممنوعة، لان حرفيا خيال هلبة. وصل شوي احباط متاع احنا امتى حنوصل للشيء هذا، لكن ان شاء الله نعطلوش هلبة.